أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها الجدل الدائر بشأن مطالب إنشاء لجنة دولية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. مجدداً يعود إلى الواجهة الجدل بشأن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ففي كل مرة ينعقد فيها مجلس حقوق الإنسان تطرح مسألة تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يحدث في اليمن، ويحتدم الجدل حول أي الخيارات سيكون هو الأفضل في التعامل مع الحالة اليمنية، لجنة وطنية أم لجنة دولية؟ في نهاية العام 2015 أعلن عن تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي كان قد تم تشكيلها في العام 2012، وحتى الآن قدمت اللجنة 3 تقارير عن نتائج تحقيقاتها، وأعلن الرئيس هادي قبل أسابيع إحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة داعيا إلى سرعة البت فيها، إلا أن المطالبين بتشكيل لجنة دولية يرون أن ما فعلته اللجنة الوطنية خلال هذه الفترة غير كاف بالنظر إلى أنها غير معترف بها من جميع الأطراف وليست قادرة على التحقيق في جميع الانتهاكات التي ترتكبها مختلف الأطراف، ولذلك تذهب هذه الأصوات إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مختلف الانتهاكات. فيما يقول المعارضون لفكرة اللجنة الدولية إنها لن تضيف شيئاً إلى وضع حقوق الإنسان في اليمن بالنظر إلى التجارب الدولية السابقة والتي فشلت فيها اللجان الدولية في تحقيق أي إنجاز، إضافة إلى ذلك فإن هذه اللجنة لن تكون أكثر من محاولة إضعاف للشرعية المعترف بها والتفاف على المرجعيات المحلية والدولية بشأن الوضع في اليمن. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من باريس الباحث القانوني فؤاد عامر، ومن تعز المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما بداية للإجابة على السؤال المشترك، ما هي الحاجة لإنشاء لجنة دولية للنظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في ظل وجود لجنة وطنية؟ والبداية معك أستاذ فؤاد. نعم، بداية مرحبا بك وبحضرتك. اهلا بك. وفي البداية اذكر يعني بهذه تقريبا قطع مقابل بنفس هذه الظروف الواضحة بنفس الجدل حول مسألة تفضيل ما اذا كان الافضل هو تبني خيار لجنة التحقيق الوطنية او لجنة التحقيق الدولية. وقد راهنت في هذه الفترة في العام الماضي بان هذه اللجنة الوطنية ستكون لجنة فاشلة، لن تحقق أي اختراق في سياق حماية حقوق الضحايا، والواقع يؤيدها اليوم بعد عام من رهان العام الماضي، وهو رهان مستمر أيضا للعام القادم أن هذه اللجنة ستبقى فاشلة أيضا للعام القادم والعام اللي بعده إذا بقت لجنة وطنية لأسباب كثيرة. اليوم هذه مثلا على سبيل المثال في داخل تعز كانت مجزرة، حصلت مجزرة، وهذا مؤشر على أن اللجنة لم تستطيع أن تحقق أي ضغط ولم تستطع أن تحقق أي اختراق في سبيل ردع جميع الأطراف في منعهم من القيام بانتهاكات حقوق الإنسان. أيضا خلال الأيام الماضية سمعنا محامين سويسريين، محامين دوليين كثر وصفوا هذه اللجنة الوطنية باللجنة عقيمة عديمة الفائدة، لا يعني، والدليل ما محصولها خلال العام الماضي بعد أن مجلس حقوق الإنسان أعطاها نوع من التفويض لكي تقوم بالتحقيقات على المستوى الوطني. لكن بداية اسمح لي بتوضيح بسيطة كمدخل هذا، انه في اطار عملية الانتقال الديمقراطي، في اطار عملية الانتقال السياسي في الدول التي تخرج من صراعات تقوم بها طبعا، هناك محورين رئيسيين لكي كخارطة حل، ولا هي خارطة الحل والاتفاق السياسي، وهذا الحل تم انجازه عن طريق مخرجات الحوار الوطني والذي حظي وكان نتيجة وحصل على شرعية محلية وتأييد دولي. والخارطة الطريقة وهي خارطة الطريقة تتعلق بالمستقبل. والآلية الثانية والمحور الثاني من أجل تأمين الانتقال الديمقراطي والانتقال السياسي هو شيء يتعلق بالماضي، وهو معالجة الانتهاكات والحقوق وحقوق الضحايا والمحاسبة والمسؤولية، وهذا ما يسمى في إطار برامج الانتقال الديمقراطي وبناء وإعادة بناء الدول ما يسمى بالعدالة الانتقالية. هما العدالة الانتقالية. طبعا المحور الأول يعني تم تقويضه من قبل طرف
الانقلابيين بسبب الحرب التي قامت في مارس يعني قبل في 21 سبتمبر 2014، وتم الانقلاب على جميع الفرقات الحقوق الوطني. باختصار استاذ فؤاد، باختصار يعني انا لا اريد ان تحرق جميع المحاور للنقاش، يعني كان هو تحديدا كنت اريد ان اسمع منك ما هي الاسباب المريحه التي تجعلك تنحاز ل يعني مساله انشاء لجنه دوليه. طيب في نقطه في نقطتين. المحور الثاني فقط هو يتعلق بالعداله الانتقاليه. العداله الانتقاليه الحكومه يعني هي لا تقل سوءا عن الطرف الانقلابي، لانها تحاول تقويض مسار العداله الانتقاليه، وذلك عبر كثير من الممارسات. على سبيل المثال، ماذا يحصل اليوم من إصرار الحكومة والتحالف العربي على منع تشكيل لجنة تحقيق دولية ستكون ضمانة أكيدة بنتائجها ومخرجاتها واستنتاجاتها كمؤشر جيد وكمعطيات موجودة ستساعدنا كثيرا في تحقيق العدالة الانتقالية مستقبلا. طيب هذا بما نعم. طيب سنكتفي بهذا يعني القدر يعني الذي ربما فهمت منه بأنك تحكم على أداء اللجنة الوطنية وعملها خلال الفترة الماضية بالفشل حسب ما فهمت. أستاذ نعم. توفيق الشعبي، برأيك هل من حاجة فعلا لإنشاء لجنة وطنية في ظل وجود لجنة دولية في ظل وجود اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ مساء الخير، اولا ارحب بكم وبالضيف الكريم. مساء الخير. بخصوص اللجنه الوطنيه او لجنه دوليه، نقول بانه ما دام ان هناك اليه وطنيه تعمل على التحقيق في الانتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الدولي الانساني، فان قواعد انشاء لجان التحقيق الدوليه او المبررات القانونيه التي تستوجب او تستدعي في ظرف ما أو في لحظة ما إذا ما كان هناك نزاع مسلح إنشاء لجان دولية غير متوافر، خاصة وإن القواعد الدولية التي تحكم إنشاء هذه اللجان أو المبادئ التي تنشأ من أجلها أو بسببها هذه اللجان غير متوفر، وخاصة وأن هناك آلية وطنية تعمل على التحقيق في هذه الانتهاكات وبقرار دولي، يمكن أن نسميها بأن آلية وطنية بقرار دولي، وهي اللجنة الوطنية للتحقيق بإدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. من منظور قانوني الواجب أو اللازم هو رفض وتعزيز مهنية وخبرة هذه اللجنة وأعضائها في التحقيق والاستفادة من الجهد المبذول في هذا المجال، من أجل استكمال ما قد بدأته من أعمال في التحقيق في التوثيق في الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها خلال العامين الماضيين. طيب لكن أيضا الأستاذ فؤاد ربما يرى بأن هذه اللجنة فشلت في أداء عملها، وهذا ربما الطرح الذي لم نسمعه حتى من المفوضية السامية التي أصدرت قرار بإنشاء لجنة دولية، ولا حتى من مجلس حقوق الإنسان، ولم أي واحدة من المنظمات أو حتى المتحمسين لهذا الرأي. يعني على أي أساس يعني رأيت بأن أداء اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية كان فاشلا؟ هل اطلعت على تقارير اللجنة ورأيت فيها جانبا من الفشل؟ يمكن أن تشرح لنا هذه الجوانب التي لمستها. نعم، انا ذكرت سابقا انه يعني لو كانت قد حققت انجاز واختراقا حقيقيا في سبيل الانتصاف لحقوق الضحايا ما كنا نرى هذه الانتهاكات التي متواجده الان من جميع الاطراف، وهذا مؤشر واضح انها لم تستطع ان تحقق اي شيء من اجل رجع. ايضا لكن في هذه الجزئية أستاذ فؤاد في هذه الجزئية ولو قاطعتك، يعني هي اللجنة حتى من تسميتها ومن قرار تشكيلها هي معنية بالرصد والتوثيق ومن ثم التحقيق في الانتهاكات، وليس إيقاف هذه الانتهاكات، لا ليس طرف سياسي حتى يوقف هذه الانتهاكات عند حدها. لا ليست معنية، اللجنة اسمها لجنة التحقيق الوطنية، يعني اللجنة ليست لجنة رصد، هي ليست دكان من دكاكين حقوق الإنسان، رصد وتحقيق. نعم، لجنة تحقيق وطنية. ماذا يعني مصطلح تحقيق بالمفهوم القانوني؟ المفهوم التحقيق القانوني هو يعني جمع البيانات، جمع الأدلة، التحقيق مع الناس، محاسبتهم. أين رأينا من لجنة التحقيق الوطنية؟ هل استطاعت لجنة التحقيق الوطنية هذه التي تقول أنها أنجزت، هل استطاعت أن تحقق بكثير من الانتهاكات التي وقعت؟ سأضرب لك مثلا، هل استطاعت لجنة التحقيق الوطنية أن تذهب للتحقيق مثلا في جرائم مع المسؤولين
مع المسؤولين عن الانتهاكات التي قامت بها الميليشيا الانقلابيه وقوات حوثي وصالح مثلا في داخل تعز، لم تستطع ان تنفذ اليهم، لجنه التحقيق الدوليه لديها السلطه والولايه لكي تقوم بمحاسبتهم، لكي تقوم باستجوابهم. هل استطاعت لجنه التحقيق الوطنيه ان تقوم باستجواب مثلا الضباط الذين قاموا بفقعطان، الذين قاموا الذين او الطيارين الذين قاموا بانتهاكات كثيره وبكثير من الضربات الخاطئه ودفع كثير فيها الثمن كثير من المدنيين؟ طيب استاذ فؤاد، استاذ فؤاد، يعني الجميع يعرف بانه ايضا حتى الـ يعني المسؤولين الامميين والدوليين رفيعي المستوى لم يتمكنوا من دخول تعز مثلا على سبيل المثال، ولم يستطع المبعوث الاممي خلال 3 أعوام وهو يحمل قرارا دوليا تحت البند السابع باطلاق سراح المختطفين في سجون الميليشيا، اقصد المختطفين السياسيين محمد قحطان ايضا ورفاقه، لم يستطع حتى معرفه مكان تواجدهم. كيف يمكن ان تستطيع لجنه دوليه ان تفعل أكثر ما فعلته اللجنة الوطنية؟ اللجنة الدولية عندما يصدر فيها قرار يكون ملزم ويكون محل إجماع، محل إجماع من جميع الأطراف محليا ودوليا، وبالتالي لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يقوم بإعاقة عملها، لأنه سيكون هو المتهم الأساسي في هذه في منع التحقيق، وبالتالي هذا موضوع آخر تماما، فلا يجب أن نخلط الأمور. الدليل قدامنا انه مثلا لجنه التحقيق الدوليه التي مثلا المتعلقه في سوريا، التحقيق الدولي سوريا، ذهبت اللجنه في تقريرها الصادر لو طالعتوها الذي صدر في فبراير 2017 كان هناك كثير من الاستقصاءات، كان هناك استجواب مع كثير من الضباط، مع الجماعات المسلحه الاخرى المعارضه للنظام السوري، مع داعش، مع الجيش الحر، استطاعت ان تخرج. عندما تقرأين التقرير ستجدين عمل احترافي قوي جدا، وكل هذا يفيد في المستقبل بسبب توثيق هذه الجرائم واعطاء فرصه للضحايا. نعم أستاذ توفيق، ولكن في الواقع يعني قبل أيام قدمت رئيسة لجنة يعني التحقيق في انتهاكات الحاصلة في سوريا استقالتها بسبب عدم قدرتها للوصول إلى أطراف الصراع كما قالت في سوريا، خاصة أطراف المتورطة في الانتهاكات. طيب أستاذ فؤاد، وقدمت استقالتها بعد 7 سنوات من الفشل الذريع لأداء هذه اللجنة، أتحول بها الطرح يعني ما طرحته في إجابتك السابقة لأستاذ توفيق، هل تعتقد فعلا بأن اللجنة فشلت في أن تصل إلى جميع المتسببين في الانتهاكات من جميع الأطراف؟ أستاذ توفيق؟ أولا لا أدري ما هو المعيار أو التوصيف الذي يستند عليه الإخوة باعتبار أن لجنة التحقيق أن ستعمل على إيقاف الحرب أو على منع الانتهاكات. لجنة التحقيق لها مهام محددة، سواء كانت اللجنة وطنية أو كانت لجنة دولية، تعمل على جمع البيانات والاستقصاءات والتحقيق وجمع الأدلة والتحري والتثبت من الجهات والأفراد والجهات المتسببة. ومعلوم أنه في حالة النزاعات المسلحة يصعب نوعا ما الوصول إلى الأشخاص أو إلى مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات بأسمائهم أو بأشخاصهم، ولكن المسؤولية تحمل على مسؤولية القيادة وهي مسؤولية الجهات التي يتبعونها هؤلاء الأفراد أو هؤلاء المشتبه بهم بارتكاب هذه الانتهاكات. ومن الطبيعي أن لا تستطيع اللجنة، أي لجنة كانت، أن تصل إلى كافة المشتبه بهم أو مرتكبي هذه الانتهاكات، ولكن تعمل اللجنة على تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الانتهاكات والمتسببة بها لتكون محل مساءلة، وليست جهة قضائية. لجان التحقيق ليست لجان قضائية تصدر أحكام، إنما هي تصل إلى خلاصة نتيجة التحقيقات والاستقصاءات والإجراءات على الميدان لتحدد الجهة المسؤولة أو المشتبه بمسؤوليتها وقيادة والقيادة المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات، ثم يأتي دور بعد ذلك دور القضاء ليقول يستكمل هذه الإجراءات ويقول قوله الفاصل في ما تم توجيهه من اتهامات أو لمرتكبي هذه الانتهاكات قيادات كانت أو جهات أو أشخاص. وبالتالي لا يمكن لأي لجنة كانت أن تصل إلى جميع الأطراف، في سواء كانت هذه اللجنة وطنية أو دولية، ولكن معيار الحكم على عمل اللجنة الوطنية بالفشل
لا أدري ما هي المسوغات التي يستند إليها الزميل بهذا القول. نحن نقول أن اللجنة الوطنية هناك قصور صحيح، هناك تباطؤ، ولكن هذا يأتي نتاج لعدم رفض اللجنة الوطنية بالخبرات والمهارات والمهن والتأهيل من قبل مجلس حقوق الإنسان أو المكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان. ناهيكم عن أنها تعد لجنة فريدة الأول من نوعها على مستوى المنطقة، وبالتالي بالفعل سيكون هناك قصور، إضافة إلى أن الأطراف نفسها كل الأطراف تتعامل مع اللجنة بنوع من البطء ومن الحذر ومن الخوف، وهذا أمر طبيعي. اللجنة تعمل في ظروف معقدة، والمطلع على التقارير التي أصدرتها اللجنة الوطنية الأول والثاني والتقرير الثالث سيلحظ أن هناك تطور ملحوظ وجهد ممتاز وكم كبير جدا من المعلومات ومن البيانات التي جمعتها هذه اللجنة وحددت بموجبه الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي تم التحقيق فيها أو خلص التحقيق فيها. طيب إذن يعني سرد لنا الأستاذ توفيق جملة من المبررات والمعطيات التي تتحدث عن يعني أداء اللجنة الوطنية، ربما هو يعني لم يذكر الأرقام، إنما الأرقام تتحدث عن ما يزيد عن 17,000 حالة تم رصدها والتحقيق فيها، يعني وإحالة 3,000 من هذه القضايا إلى التحقيق أو إلى القضاء النيابة بحسب قرار رئيس الجمهورية. يعني هذه الأرقام ربما لم نجدها في أي لجنة دولية من اللجان التي تم تشكيلها في تجارب أخرى يعني عربية ودولية، ولذلك يعني تساءل البعض لماذا الحماس لتجارب فاشلة في حين قدمت اللجنة الوطنية برغم الظروف الصعبة التي تمر بها هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته خلال أقل من 3 أعوام. أي إنجاز؟ أي إنجاز؟ اللجنة هي سواء عمل رصد وتوقيت، هذا ممكن اي دكتور لكن حقوق الانسان او اي منظمه ان تقوم به. اعطيني 50,000 ريال راتب الواحد وشقه في داخل صنعاء او في داخل تعز او في اي مكان، هي ستقوم بالرصد. اللجنه هذه مفترض انها تقوم بالتحقيق، مفهوم التحقيق مفهوم مختلف، مفهوم استجواب، مفهوم جمع ادله، مفهوم تجهيز دوسيات، مفهوم تجهيز ملفات لكي يتم تقديمها لاحقا، لكي ترفعها في العداله الانتقاليه، لكي يتم تقديمها امام محاكم لجان وطنيه، محاكم دوليه اذا اقتضى الامر. لكن اسمحي لي انا اعود استاذ فؤاد، يبدو ان لديك قصور كبير يعني فيما يتعلق بمعلوماتك عن اللجنه الوطنيه. انا ما اعرفه انا وما والمتابعين لادائها ان اللجنه لا تقوم فقط بالرصد، وانما تقوم بالتحقيق مع كل الحالات التي تصل اليها، بالتحقيق مع كل الاطراف التي تستطيع ان تلتقي بهم سواء من ضحايا او من اطراف الواقعه. أوكي طيب، أين هو رصد هذه اللجنة للانتهاكات التي حصلت في حضرموت والسجون الإماراتية التي تحدثت عنها الأسوسيشن بريس والواشنطن بوست؟ أين هي التحقيقات؟ أين هي التحقيقات التي حصلت مع القيادات وعلى المتسببين للانتهاكات التي حصلت في داخل تعز؟ هل استطاعت اللجنة الوصول إليهم؟ أين هي التحقيقات التي قامت بها اللجنة مع الضباط، مع المسؤولين، مع الذين أعطوا الإحداثيات للتحالف العربي وقامت بالأخطاء والانتهاكات الجسيمة والأخطاء التي حصلت ضد المدنيين بسبب ضربات التحالف؟ لم تقم بشيء من هذا الكلام. يعني أنتم عندكم الآن إن الرصد والتحديد يعني الرصد والتوثيق هذا هو عمل الحقوقي، ما هو أي لجنة أو أي منظمة. سيد فؤاد، أنت تصر بأنها تقوم فقط بالرصد والتوثيق، وأنا أقول لك وكل المتابعين لأداء اللجنة بأنها تقوم بالتحقيق. نتحدث الآن عن 17,000 حالة تم الوصول إليها، منها 10,000 حالة تم التحقيق فيها و 3,000 تم إحالتها للقضاء. تم رصد وتوثيق فقط، لا التحقيق يعني استجواب، يعني تجلسي مع المسؤول وجها لواجه. طيب ما تعليقك أستاذ توفيق على ما طرحه الأستاذ فؤاد، وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات انتهاكات القوات الإماراتية في الجنوب، ربما هذه واحدة من النقاط أو المآخذ على اللجنة الوطنية. أولاً لابد أن نفهم أن هناك فرق جوهري وقانوني، أو أن هناك خلط لدى الأستاذ فيما يتعلق بعملية التحقيق الجنائي المعتاد في القضاء الجنائي وبين مهام لجان التحقيق التي تشكل للتحقيق في هذه الانتهاكات. وهذا اللبس هو من استدعى الزميل إلى أن يقول بأن عمل لجنة التحقيق
يتقمص عمل العمل القضائي او التحقيق القضائي المخول وفقا للقوانين الوطنيه او القانون الجنائي الدولي، وهو يمنح بولايه خاصه وبقرارات خاصه لا تقوم به لجان التحقيق. إضافة إلى أنه أريد أن أوضح بأن ما تقوم به اللجنة الوطنية ليس كما يعتقد الزميل أنه رصد وتوثيق. الخطوات التي تتم بها أو تقوم بها اللجنة الوطنية هي جزء من عملية التحقيق المعتمد على المعيار المعايير الوطنية والدولية وفقا للقوانين المعمول بها والاتفاقيات المصادق عليها الجمهورية اليمنية، ابتداء بتلقي الشكاوى من الضحايا ثم جمع الأدلة والتنقيح والتنقيب بعد هذه الأدلة والتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع، ثم التأكد من جمع العينات الأسلحة ومخلفات الأسلحة التي تسقط في الأماكن وعرضها على خبراء عسكريين ليتم تحديد نوعية هذه الأسلحة وأصنافها وأرقامها والجهات التي تم الاستيراد منها وفق الأرقام الموضحة عليها، وتحديد الجهة التي منها تم إطلاق هذه القذائف والمسافة التي أطلقت، ومن خلال رسم كاروكي وتوضيحي يوضح الواقعة وتفاصيلها. وهذا هو صلب عمل التحقيق للجان سواء كانت الوطنية أو الدولية، بعيدا عن التحقيق القضائي الذي يتم بموجبه مثول المتهمين، في حين أن اللجنة تقوم بالتخاطب مع الجهات المعنية أو التي يتوصل إلى أنها مسؤولة عن هذه الانتهاكات بمذكرات رسمية للتوضيح والاستفسار والاستجواب حول هذه الوقائع أو هذه الأفعال. هناك إذا أنت تؤكد أستاذ توفيق ترفض التجاوب مطلقا مع اللجنة، ليس مهمة اللجنة، اللجنة ليس مهمتها مهمة ضبطية أن تعمل على إحضار وضبط هؤلاء المشتبه بهم، ولكنها تخلص بالتقرير النهائي لها بخصوص هذه الوقائع إلى الجهة المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ثم يأتي بعدها دور القضاء ليقول كلمته من خلال التحقيق القضائي الفعلي. نعم، الذي ربما يتحدث عن تفاصيله الأستاذ فؤاد. أستاذ توفيق، إذا أنت تؤكد الآن بأنه تقارير اللجنة الوطنية شملت كافة الانتهاكات ما فيها ضربات طيران التحالف وأيضا انتهاكات القوات الإماراتية في الجنوب. لا، دعيني أوضح هذه النقطة. حجم الانتهاكات المستمرة والتي ترتكب هنا وهناك في كافة مناطق الجمهورية ليس بالسهل وليس بالقليل، وهي بحالة متواترة ومستمرة كل يوم أكثر من اليوم التي قبلها. إضافة إلى أن اللجنة الوطنية تحتاج إلى توسيع فريقها وزيادة كثير في أعضائها، وهذا يتطلب جهد مضاعف وكبير على اللجنة. قد لا يكون هناك شمول لكافة الانتهاكات سواء التي ترتكب من جميع الأطراف، ولكن اللجنة تسعى وتبذل جهودها، ونحن نقول هناك ما زال تقصير، هناك ما زال قصور في إداء اللجنة وفي طريقة عملها، هناك صعوبة تعتري عمل اللجنة، لابد من تطوير أدائها، لابد من مكتب مفوضية ومجلس حقوق الإنسان أن يعمل على تعزيز مهنية واحترافية لجنة التحقيق لتكون شاملة وأكثر احترافاً في التحقيق في هذه الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو لقانون حقوق الإنسان. نعم، طيب إذا أستاذ فؤاد، يعني كما هو معروف اللجنة الوطنية هي صحيح أنها لجنة وطنية تم تشكيلها وإنشائها بقرار من رئيس الجمهورية، لكن هي حظيت بشرعية دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان في العام 2015، وأيضا يعني عزز مجلس حقوق الإنسان هذا القرار عام بعد آخر بتعزيز اللجنة الوطنية بالخبرات والاستشارات القانونية والحقوقية، و أوصى المفوضية السامية بذلك. إذن اللجنة الوطنية كما يرى بعض القانونيين هي لجنة وطنية بقالب دولي، ما الذي ينقص هذه اللجنة أو ما الذي يمكن أن تضيفه لجنة دولية عما تقوم به اللجنة الوطنية الآن؟ المفوضية مفوضية حقوق الإنسان هي حينما أعطت
لجنة التحقيق الوطني بعد التفويض. هي أعطتها العام الماضي كفرصة لمحاولة رؤية ما يمكن أن تعمله هذه اللجنة في النسبة، لكن في الأخير هي تظل لجنة مشكلة من قبل الحكومة، من قبل طرف من أطراف الصراع. هي التي شكلتها، هي التي تمولها، هي المشرفة على أعمالها. وهنا وعلى برنامجكم قبل فترة أحد أعضاء اللجنة الوطنية يقول أنه لم يستطع التواصل مع كثير من العسكريين الموجودين من طرف الحكومة الشرعية أو مع الضباط والمسؤولين عن بعض الجرائم لدى التحالف أو على مع المسؤولين عن الانتهاكات من الطرف الانقلابي. لكن يعني اجمالا نحن حينما نقول لجنه تحقيق يعني دوليه، يعني هي تتوفر اولا لا يمكن ان نساوي يعني لجان التحقيق الدوليه بخبراتها بما تكتسب، هذه خبره 70 عام من العمل في المجال الدولي، لا يمكن مقارنتها مع اعطينا استاذ فؤاد تجربه ناجحه واحده للجان تحقيق دوليه في العالم. اللجان التحقيق الدوليه كلها نجحت في توثيق الانتهاكات، صحيح انها لم تتبع بعمليه قضائيه. اي لجنه يعني ذكرنا لو سمحت استاذ فؤاد بهذه اللجان الناجحه في سوريا ام في ليبيا ام في يوغوسلافيا ام في لبنان، اعطينا تجربه واحده ناجحه في سوريا. وهو تعقيب على كلامك، في سوريا وهو تعقيب على كلامك ان رئيسه اللجنه، اولا هي ليست رئيسه اللجنه، استقالت، هي عضوه اللجنه، لكن هي استقالت لانه من عام 2011 وحتى اليوم تصدر اللجنه تقارير لكنها لم تتبع باليات محاسبه، لانه اليات المحاسبه ماذا تحتاج؟ ما اليات المحاسبه تحتاج ان تحيلي هذه التقارير الى لجنه الى محكمه الجنايات الدوليه. وسوريا ليست عضو، وهناك فيتو دولي من قبل روسيا لمنعها، هذا موضوع اخر. لكن طيب اساسا ولماذا اللجنه الدوليه في اليمن سوف يختلف ادائها عن اللجنه الدوليه في سوريا مثلا؟ كيف؟ لماذا تعتقد بان اذا كانت هذه المآخذ على اللجنه الدوليه في سوريا خلال 7 سنوات، ما الذي يجعل لجنة دولية في اليمن يختلف أدائها عن أداء اللجنة الدولية في سوريا؟ اللجان الدولية في سوريا، اللجان الدولية في أرتيريا، حتى الانتهاكات هذه الأيام التي تحصل في فنزويلا ليس من المعقول أصلا. يعني قليلا من الخجل عندما المجتمع الدولي الآن يتداعى لكي يعمل لجنة تحقيق دولية في داخل فنزويلا وهم 125 من الضحايا فقط على امتداد العام الماضي. لكن هذا دفع المجتمع الدولي لأن يطالب بلجان تحقيق دولية، فما بالنا نحن الذين الدم اليمني ينزف من عام 2011 سواء خلال الثورة السلمية أو مع بداية الحرب. لكن نحن نقول هناك أدوات، هناك آليات تقنيات تتوافر لدى اللجان الدولية، لا يمكن أن تتوافر على اللجان الوطنية. ما هي أستاذ فؤاد؟ أستاذ فؤاد، ما هي هذه الأدوات والتقنيات التي تتوافر لدى اللجان الدولية ولم تتوفر لدى اللجان الدولية؟ أولا أعضاءها ليرأسها ويعضاءها واحد من كبار القضاة الذين المتخصصين في المحاكم الدوليه، الذين متخصصين يا يعني اما يكون مدعي مثلا في المحاكم السابقه التي كانت في داخل رواندا، في داخل يوغوسلافيا، في داخل سيراليون. دعك من الشكليات استاذ فؤاد، دعنا من الشكليات، اعطينا يعني ما يقنعنا في الواقع، ما هي الاليات والتقنيات التي تحدثت عنها التي يمكن ان تضيف الى اداء اللجنه الوطنيه؟ الخبرات المتوافره لها في التحقيق، الناس على مستوى عالي من الكفاءه، حتى رئيس المحكمة العليا في اليمن لا يستطيع أن يكون بكفاءة أصغر عضو في لجنة تحقيق دولية. الشيء الثاني مثلا سأعطي لك على سبيل المثال برامج حماية الشهود، برامج حماية الشهود عندما تذهب لجنة تحقيق دولية مثلا التي ذهبت إلى سوريا أو التي تذهب إلى أمريكا اللاتينية أو إلى، يتم التحفظ على الشهود، يتم تقديم ضمانات للمتعاونين حتى وإن كان هذه البرامج لحمايتهم خارج اليمن في آليات كثيرة. الخبرات الدولية لا تقارن، يعني خبرات لمدة 70 سنة بخبرات ناس نشطاء يعني حتى ننهي هذه الجزئية. أستاذ فؤاد، تصورك أنت اللجنة الدولية بأنها ستكون عبارة عن لجنة جميع أعضائها وأفرادها والراصدين فيها من الأجانب يعني من الخارج، أو كيف تصورك لهذه اللجنة؟ اللجنة التحقيق الدولية ليس شرطا أن تكون هم بيمارسون، يعني اللجنة التحقيق الوطنية ممكن أن تكون رافد لها، لكن كقرار هي ستكون متحررة من القرار اللجنة الوطنية. قرار اللجنة الوطنية هي مرتبطة بمن يمولها، بمن أنشأها، بمن يعين أفرادها، لا يمكن المقارنة بينها وبين لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة تماما. الشيء الثاني انه القيمة الوطنية، ما هي القيمة القانونية؟ طيب سنعود لفكرة التمويل، خلينا اشرح ما هو القيمة القانونية. حينما تصدر هذه مثلا زي سوريا او مثلا في أرتيريا او في اي مكان، عندما تصدر هذه التقارير الناتجة عن لجنة التحقيق الدولية كلها تكون تصبح وثيقة رسمية موجودة،
يعني في فبراير 2017 حينما صدرت التقرير المتعلق بسوريا، اليوم الثاني مباشره تحصل واشنطن بوست وول ستريت جورنال جارديان كل الصحف الدوليه تتكلم، تعطي بعد كبير للقضيه من الناحيه الانسانيه، ستخدم الشرعيه، ستخدم حقوق الضحايا، لكن الان قيمه هذه القيمه التي تصدرها التقارير اللجان الوطنيه يعني مكان هذه الزباله، لن يتعاطى احد. ما ساعطيك مثل واحد، يحيى محمد عبد الله صالح حينما قال داخل باريس: نحن ومجموعه من شباب الثوره المتواجدين في داخل باريس لم نستطع ان نمنعهم، كنا نراسلهم نقول لهم ان هذا الشخص متورط في جرائم في ايام ثوره الشباب، كنا نعطيهم التقارير من هذه التقارير اللجنه الوطنيه، ادعاءات لكن ليست لها قيمه وطنيه. لو كانت لجنه تحقيق دوليه واعطيناهم على سبيل المثال مثل التي صدرت في سوريا، هذا مثل، هذا الرجل كان قائد لقوه الامن المركزي وهذا ما يؤشر، وهذه لجنه التحقيق الدوليه لها قوه قانونيه ايضا، لها قوه اكاديميه. لا طيب استاذ فؤاد، طيب على اي حال لم يمنع اي من يعني لم نسمع ان واحده من الدول التي تشاهد وتسمع وترى يوميا الجرائم في سوريا انها منعت مسؤولا سوريا من الذهاب او التحرك هي تدعمه، ولا زال يعني يحظى بدعم وتمويل دولي رغم كل هذه التقارير ورغم اللجان الدوليه. اقصد ان هذه اللجان الدوليه ايضا لم تغير في الواقع شيء، يعني المقاربه فيما يتعلق ب طيب 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 فيما يتعلق بالخبراء استاذ فؤاد، هي قضيه مهمه جدا، احيلها الى الاستاذ توفيق. يعني احنا كنا سمعنا في توصيات مجلس حقوق الانسان في دورته السابقه والتي قبلها بانها اوصت المفوضيه الساميه برفض اللجنه الوطنيه بالخبراء والاستشارات التدريبيه والتقنيه واللوجستيه ل يعني تطوير ادائها القانوني، وهي نقطه ربما اشار اليها الاستاذ فؤاد، مساله تطوير يعني إمكانيات هذه اللجنة. المفوضية السامية بالمقابل لم تقم بهذا الدور ولم ترفض اللجنة الوطنية بأي من هؤلاء الاستشارات، وفي نفس الوقت صدر عن المفوضية السامية يعني توصية أو قرار بتشكيل لجنة دولية. كيف يمكن أن نفهم هذه المفارقة؟ يعني هل هو تعنت من قبل المفوضية السامية؟ ما هو تفسيرك لهذا الأداء؟ السؤال للأستاذ توفيق، سأعود إليك أستاذ فؤاد. ما هي الخبرات المطلوبه للجنه التحقيق الدوليه؟ ما يتعلق بموقف المفوضيه الساميه وعدم رفضها بحسب قرار مجلس حقوق الانسان نعم للجنه الوطنيه للتحقيق بالخبرات والمهارات والتدريب الكافي للقيام بعملها، هذا امر ما يؤخذ على مكتب المفوضيه الساميه، وقد يكون عمل مقصود، لكن دعيني أقول بأن لو أن الجهد الذي يبذله الإخوة سواء كان الناشطين أو المنظمات أو الداعين لتشكيل لجنة تحقيق دولية لن تضيف شيئا جديد، لو أن جهدهم أنصب في التعاون مع اللجنة الوطنية والضغط من أجل أن تكون لتقارير اللجنة الوطنية ولتحقيقاتها صدى تجاه المنتهكين والجهات التي ترفض التجاوب، لأن اللجنة لكانت اللجنة حققت تقدم أكثر وأكبر مما هي عليه. وهنا نقطة مهمة أريد أن أشير إليها، أننا يوجد أيضا هناك لجنة خبراء من مهامها مشكلة من مجلس الأمن، وهي ذات قوة قانونية أكبر من أي لجنة دولية تشكل من مجلس حقوق الإنسان الذي يعد مجلس حكومات أصلاً، بينما لجنة الخبراء لجنة مشكلة من مجلس الأمن وهو الأداة التنفيذية للجمعية للأمم المتحدة أو لهيئة الأمم المتحدة، ومن ضمن صلاحياتها التحقيق في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. إذا ما صدر قرار بتشكيل لجنة دولية سنكون أمام ازدواج للآليات التي تعمل على التحقيق في هذه الانتهاكات. لجنة وطنية صدرت بموافقة مجلس حقوق الإنسان، ثم لجنة خبراء مشكلة بقرار من مجلس الأمن، ثم لجنة جديدة ستبدأ من جديد، في حين أن هناك كم وتراكم كبير من الأعمال المهمة التي أنجزتها اللجنة الوطنية. نحن نقول أن هناك بالفعل قصور حقيقي، قصور في إيداع عمل اللجنة الوطنية، ولكن هذا القصور ينم عن عدم رفضها بالخبرات وكونها لجنة الأول من نوعها تشكل في الوطن العربي بل في الشرق الأوسط، وهي
تعمل تبذل جهود ليست بالسهلة في ظل هذه الظروف المعقدة. نعم. يجب ألا نكون منبهرين بالعنصر الدولي أو منجذبين كثيراً للشيء الخارجي. صحيح. آلية الأمم المتحدة في تشكيل اللجان سواء كانت وطنية أو لجان دولية تقوم على ضرورة رفض الآليات الوطنية ودعم الآليات الوطنية للانتصاف والإنصاف وإسنادها بكونها الأكثر قدرة وخبرة ودراية بالواقع الذي تعيش فيه البلد. طيب استاذ توفيق، لماذا لا تكون هناك لجنة دولية إلى جانب اللجنة الوطنية؟ ألا يعد هذا رافداً؟ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 2015 تحدث بوضوح عن ضرورة رفض الآليات الوطنية. نعم أستاذ توفيق، لماذا يعني يتخوف أعضاء اللجنة الوطنية ومن يدور في فلكهم من تشكيل لجنة دولية؟ ما المانع أن تكون هناك أكثر من لجنة محلية ودولية جميعها يعني أدائها سيصب في مصلحة الضحايا في نهاية المطاف؟ لا لا يوجد تخوف ولا يذهب في بالك أو في بال المستمعين أننا ندافع عن اللجنة الوطنية. نحن نقول أن هناك قواعد واضحة في عمليات إنشاء اللجان التحقيق سواء هذه اللجان كانت وطنية أو لجان دولية. لا يجوز القانون الدولي وجود آليات مزدوجة للتحقيق، بل أنه اعتبر وجود آليات وطنية أمر كافي يمنع تشكيل لجان دولية للتحقيق خوفاً من تشتيت الجهود وتضارب أو ازدواج الآليات التي تعمل على التحقيق. نعم، وهنا أيضاً هناك طرح آخر أستاذ توفيق، لذلك يذهب البعض إلى أن هذه الفكرة والمتحمسون لها ليسوا سوى بالإضافة إلى أن نعم. لا ننسى أن هناك جانب سياسي. نعم، هذا هو البعد السياسي إلى للموضوع. إبعاد الصراع السياسي عن حقوق الضحايا حتى لا تضيع. نعم. حقوق الضحايا نعم، يجب أن نترفع عن الصراعات السياسية وإقحام العمل الحقوقي وإقحام حقوق الضحايا وآلية الإنصاف عن العمل السياسي. نعم، في هذه الجزئية تحديدا سيؤدي إلى ضياع حقوق الضحايا وإفلات مرتكبي نعم. هذه الانتهاكات من العقاب. في هذه الجزئية تحديداً أستاذ فؤاد عامر، وأنت يعني شخص قانوني وتفهم في آليات تشكيل اللجان والشخصية الاعتبارية لهذه اللجان الاعتبارية القانونية بطبيعة الحال لها، وأن هذه الجهود يرى الكثير من المتخصصين بأن هذه الجهود ليست سوى جهود سياسية للالتفاف على شرعية الدولة أو شرعية الحكومة الشرعية وإضعاف لموقفها على اعتبار أن الأطراف الأخرى أو جميع الأطراف لا تعترف بشرعية هذه اللجنة باعتبارها صادرة بقرار من رئيس الجمهورية، والانقلابيون لا يعترفون بشرعية الرئيس هادي، لذلك تأتي هذه الجهود ولا توجد أسباب أخرى سوى هذا السبب. طيب اسمح لي بس، لأنه في كثير من النقاط أنا بحاجة للرد عليك. أولا الأخ توفيق يلوم باختصار أستاذ فؤاد، أيوة يلوم الآخرين أنه ليش ما تدعموش اللجنة. إحنا مجرد نشطاء ومتابعين لسنا مكلفين كمان، وبالتالي يعني لا معنى لهذا الاتهام. الشيء الثاني انه مساله الازدواج الآليات الدوليه، لا، القانون الدولي فيه بعض الازدواجيه في هذا المجال كنوع من، لكنه ضروره كنوع من التوازن من التكامل. يعني مثلا بجانب لجنه التحقيق الدوليه في سوريا التي نشات في عام 2011، في ديسمبر 2016 تم تشكيل لجنه عبر اليه عبر جمعيه الامم المتحده بالتصويت، وقبل شهرين تم تعيين مديره ورصد 13 مليون دولار من اجل القيام بها، وهي لجنه غير لجنه التحقيق اللي هي التابعه لمجلس حقوق الانسان، هذه لجنه تابعه للجمعيه العامه للامم المتحده، طبعا في فوارق اذا في وقت ممكن بعد نناقشها. الشيء الثالث لجنه الخبراء، كل الان الذين هم يعترضون، الان اللي يعترضون على لجنه التحقيق الدوليه، قبل اشهر فقط يوم جددت لجنه الخبراء العقوبات على ابن الرئيس وخالد واحمد كلهم هللوا، شيء رائع، المجتمع الدولي معنا يحاصر الاموال المنهوبه. جزء من هذا اللي بنتعمل لجنة الخبراء هو اصلا موجود في، يعني جزء من عمله وكان اشار الى الانتهاكات، وبالتالي فماذا المانع؟ ليش لماذا لا نمضي؟ لماذا قبلنا لجنة الخبراء وفيها شق حقوقي وانساني، واذا تشكلت لجنة تحقيق دولية عبر مجلس حقوق الانسان لجنة تحقيق ثالثة قصدك استاذ فؤاد؟ يعني انت الان مع تشكيل لجنة ثالثة. كل واحدة لها اختصاص، يعني مثلا اللجان التي تنشأ عن طريق مجلس الأمن وعن طريق الجمعية للأمم المتحدة، وهذا تفصيل قانوني،
هي تكون تمهيدا لإحالة هذا الملف إلى محاكم تحقيق دولية، لكن أيضا لا تنشر، لكن الآليات التي عن طريق مجلس حقوق الإنسان في داخل جنيف هي تكون مفتوحة للعامة، لا يكون فيها القيمة القانونية الملزمة، وإنما تكون لها قيمة أخلاقية واعتبارية وكأداة من أدوات الضغط. يمكن أن سألتك عن شرعية هذه اللجنة، وأن العمل الحقوقي هو ليس سوى جهود سياسية لإضعاف شرعية الرئيس هادي الذي أصدر تشكيل هذه اللجنة. طيب، إذا فقدنا الاتصال بالأستاذ فؤاد إلى أن يعود إلينا. أتحول إليك بسؤال أخير أستاذ توفيق، يبدو أن الجهود محمومة الآن في جنيف تحديدا لتشكيل أو للضغط نحو تشكيل لجنة دولية، برأيك في حال نجحت هذه الجهود يعني ما هي الخيارات هنا أمام اللجنة الوطنية؟ بالكاد اللجنة الوطنية ستستمر بعملها، وأنا أقول أن وجود لجنة دولية سيعمل يعني إهدار لجهود قامت بها اللجنة الوطنية منذ سنتين في عملية الرصد والتوثيق وإيجاد قاعدة ليست بالبسيطة للضحايا وللانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال السنتين الماضيتين، وسيضيف بل سيثقل كاهل الموازنة العامة، وسيجعل الأمر أشبه بصراع قد يترتب عليه أو ينتج عنه ضياع حقوق الضحايا ما بين هذه اللجان التي بالأول والآخر هي تؤدي نفس الغرض. أنا أقول بأن إذا استمرت اللجنة الوطنية كيف سيكون وضعها أمام اللجان الدولية؟ لقواعد إنشاء اللجان أنه لا يجوز تجاوز لا يجوز تجاوز الآليات الوطنية والانتقال إلى الآليات الدولية إلا إذا عجزت هذه الآليات عن التحقيق بهذه الانتهاكات. نعم، طيب في هذه الجزئية يعني ما يتعلق بأن هذه اللجنة أنشئت بقرار من هادي أو من رئيس الجمهورية الذي لا يعترف به الانقلابيون، هذا مبرر غير قانوني وغير منطقي. نعم، ولا يستلزم بالأصل أن يعترف الانقلابيون أو المنتهكون أيا كانوا بشرعية هذه اللجنة. نعم، اللجنة أدانت الحكومة الشرعية في بعض القضايا التي حققت فيها وقوات الحكومة الشرعية بأنها ارتكبت انتهاكات، هذا يؤكد أن قرار الإنشاء لا يعني أنها تابعة للحكومة الشرعية أو نعم لهذه. نعم، وفي هذه الجزئية أستاذ فؤاد الزميل نعم أستاذ فؤاد خارجة سأعود إليك عن صياغة القانونية. طيب، فؤاد وليست منطقية، الواضح بأن هناك صراع سياسي محموم يراد من خلاله الضغط أو تعطيل عمل اللجنة الوطنية لأغراض سياسية وليست لأغراض الانتصاف لحقوق الضحايا. نعم أستاذ فؤاد، في أقل من دقيقة يعني كيف استطاعت هذه مجموعة من المنظمات والناشطين وكثير منهم محسوبين على الطرف الانقلابي في حقيقة الأمر، كما يرى أيضا المراقبين أن أكثر المتحمسين للجنة الدولية هم يتبعون الطرف الذي يرتكب الانتهاكات الأكبر، وهذه مفارقة تبحث أيضا عن إجابة. لماذا برأيك تتجمع هذه الأصوات للمطالبة بتشكيل لجنة دولية في الوقت الذي يشيد مجلس حقوق الإنسان بأداء اللجنة الوطنية؟ لماذا نزيح هذه الآلية الوطنية في حين المنظمات الدولية التي تبحثون عنها تشكر وتشيد بهذا الأداء في أقل من دقيقة؟ الانقلابية لا يعني أنها ستكون لجنة مخالفة، يعني قصدي لا يعني أنها لن تكون لجنة مخالفة، لكن فيما يتعلق بجزئية التسييس الذي ذكرها الأخ والتي ذكرتها، هناك فرق ما بين الآليات المتعلقة مجلس الأمن الدولي الذي يعمل المحور السياسي، مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في بيروت، ومؤسسات الأمم المتحدة اللي هو المجتمع المدني الدولي الموجود في جنيف. في فرق ما بين الآليتين. نحن المجتمع الدولي لم يتخلى عن اليمن، دعمنا عن طريق الباب السابع القرار 2216، القرار 2240، مجموعة من القرارات قام على أهل، لكن في الجانب الحقوقي ما الذي فعله أستاذ فؤاد؟ ما الذي فعله المجتمع الدولي لليمن؟ يعني ما الذي فعله في يعني على سبيل المثال فيما يتعلق بالقرار 2216؟ يعني طالما أنت ترمي ثقتك الكامل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي منح الحكومة اليمنية، منح الشرعية اليمنية شرعية في أداء مهامها، منح التعارف الدولي التحالف العربي غطاء للقيام بالحرب وإزالة الانقلاب. هذا القرار لم تتمكن يعني سوريا، لم تتمكن الولايات المتحدة ولا جميع الدول في العالم
ان تحصل على قرار بمثل هذا المستوى. على اي حال، على اي حال استاذ فؤاد، يعني هناك من يرى بان هذا الاداء اذا كان المجتمع الدولي قد منح يعني الحكومه الشرعيه كدوله معترف بها، هذا الاداء الذي تقوم به المنظمات هي تسحب هذا الغطاء وهذه الشرعيه عن الدوله. ما بين العمل الحقوقي والسياسي. نعم، على الصعيد الحقوقي، على الصعيد الحقوقي. نعم، اشكرك جزيل الشكر استاذ فؤاد عامر الباحث القانوني، كنت معنا من باريس. كما اشكر استاذ توفيق، كنت اتمنى ان اعود اليك لكن يعني ادركنا الوقت. استاذ توفيق الشعيبي الشعبي الناشط الحقوقي، كنت معنا من تعز. كما اشكركم اعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة، في أمان الله.